أهلا بكم في الملعب عبر شاشة القناة الرياضية السعودية. البداية بالعناوين. رسميا الروماني بيتوركا يقود الاتحاد. لجنة التوثيق تستعين بالاتحاد الإنجليزي. الفيصلي يعود للمقدمة عبر نجران. أبو راشد يتحدث عن القطرية وشرفي الأهلي. أهلا بكم، أرحب بضيفي في هذه الحلقة. في الاستوديو معي المدير تحرير صحيفة الوطن ونجم كرة القدم السعودية السابق صالح الداود، حياك الله. يا مرحبا بدر، أحب أمسي عليك وأمسي على المشاهدين الكرام. أيضا يلتحق معنا مباشرة من الدمام الإعلام الرياضي محمد الشيخ، حياك الله أبو عبد الله. حييك أخوي بدر وحي أبو عبد الله الأخ صالح وحي المشاهدين الكرام. اليوم الاتحاد أخيرا أنهى تعاقده مع المدرب الروماني، مدرب منتخب رومانيا السابق بيتوركا لمدة موسمين. في الغالب ستكون مباراة النصر هي أولى المباريات التي سيقود فيها بيتوركا نادي الاتحاد. كابتن، يبدو أن نادي الاتحاد يعني أزال هم كان يؤرقه من شهرين. وواضح أول شيء طبعا نبارك لهم أنه الملف هذا تقريبا شبه قفل يعني بعد التعاقد. واضح أنه الأخوان في نادي الاتحاد كانوا يعني حاطين عينهم على هذا المدرب بشكل كبير يعني، والدليل أنه تم التعاقد فور انتهاء. أنا عندي معلومة. نعم، بعد ما انتهت مباراة اللي هو أمس. أنا عندي معلومة أنه في رغبة شرفية بالمدرب بيتوركا من أحد الشرفيين الكبار في نادي الاتحاد، لأنه كان يهزم ريجي في الدوري الروماني. أوه، يعني بنشوف تنافس روماني. والله شوف يعني حتى الاسم المدرب يعني اسم بالنسبة للمدربين الرومان يعتبر من الأوائل صراحة. رغم أني أنا أقول ما في مدرسة رومانية. أنا أشوف بعض الإخوان يقولك مدرسة رومانية مدرسة رومانية. أنا بالنسبة لي ما فيش اسم مدرسة رومانية. الآن في مدرسة رومانية في الدوري. لا أنا أقول لك في العالم ما أعتقد أن هناك شيء اسمه مدرسة رومانية. في مدربين جيدين على مستوى يعني برضو على مستوى الدول ما. لكن لا يوجد اختراع. لكن مدرسة رومانية. كمدربين لهم في سبقوهم مدربين وضعوا بصمة على المستوى الخليجي أو المستوى الآسيوي زي بلاتشي زي كوزمين يوردانيسكو. في بعض المدربين صراحة وضعوا لهم بصمة، ولكن نقول الأهم الآن بعد التعاقد هي الأجواء اللي داخل نادي الاتحاد، مهمة جدا لتساعد المدرب. بالمناسبة بدر، أنا سمعت أحد الصحفيين الرومان يتكلم عن المدرب صراحة يخوف، يعني يعطي مؤشرات المدرب ممكن صادم مع أي لاعب، ممكن المدرب يقرر أي قرار. فلذلك يجب أن الأخوة في نادي الاتحاد يعني هم اكيد على فكره هو جايب 7 مساعدين معاه، وفي مقوله ان احد اللي جايين معاه اسمه مدير اداري، يعني ممكن يتصادم مع اداره الكره الان اسمه مدير اداري. يعني شوف اللي واضح انه مدرب جايب هذا الستاف اللي تكلم عنه بدر بعقليه العقليه الاوروبيه يجب على الاخوه نادي الاتحاد ان يعملوا حسابات من الان، يعني بعد هالجهد الكبير والتعاقد اكيد مبالغ باهظه جدا عقد المدرب ومساعديه محتاجين تهيئه اجواء حتى يساعدوا المدرب في تحقيق طموح جمهور هذا الجمهور العاشق اللي يستاهل والله كل شيء، يستاهل انه يجيبوا له افضل الاجانب وافضل المدربين، لانه جمهور صراحه ممتع ويعطي طعم الكره السعوديه. ترى ما سلمت على ابو عبد الله. لا سلم علي يلا عشان اروح له. الصديق دائم هو صديق دائم الوكلاء. طيب ابو عبد الله، الاتحاد هل يعني رغم نقاطه الكامله هل كان يعاني فنيا؟
بالعكس انا لا اعتقد هذا الامر، كلنا توقعنا خصوصا بعد خروج الفريق من دوري ابطال اسيا والوصول مع الكابتن خالد القروني الى طريق لا عوده على اثر ذلك. المدرب عمرو انور بصراحه يعني قدم مجهود كبير مع الفريق، حافظ على هذا التوازن، حافظ ايضا على العلامه الكامله. اعتقد ان فيكتور الان بتركا يجي لفريق مستقر، يجي لفريق منسجم، فقط يحتاج الان الى وضع لمساته الفنيه، خصوصا وان الحديث عن المدرب والذي سبق التعاقد معه انه مدرب علمي دقيق، يعتمد على الاحصائيات، يعتمد على الكمبيوتر، يعتمد على كثير من الامور التي ترتبط بادواته خارج الملعب قبل ادواته داخل الملعب. واعتقد خصوصا انه مجموعه الاتحاد هي مجموعه شابه، المجموعه الشابه من السهوله بمكان، وصالح يعرف هذا الشيء، ان تضفي عليها يعني رغباتك وتوجهاتك الفنيه على عكس لاعبين اصحاب الخبره. اضف الى ذلك كونه مدرب علمي، والشباب في الاتحاد لا زالوا شباب صغار واكثرهم من المتعلمين في الفريق الاتحادي، اعتقد هذا سيسهل المهمه في التواصل مع المدرب، لغة كروية وأيضا لغة علمية. وبالتالي أعتقد أنا متفائل أن فيكتور بيتوركا سيضع اللمسة واضحة للفريق وسيجد التجاوب. وأيضا حقيقة يعني الإدارة الاتحادية الكل توقع بعد التغيير أن تصطدم بواقع جديد، على العكس تماما. يعني كلنا في كوسط رياض أو أغلبنا خلنا أقول توقعنا ان الاتحاد لا يستطيع معالجه واقعه المالي، لا يستطيع مثلا معالجه واقعه الفني، لا يستطيع كثير من الامور. اداره ابراهيم البلوي خلنا نقول هزمت توقعاتنا احنا، انا اتكلم انا محمد الشيخ، توقعت ان تصطدم اداره الاتحاد على الاقل في بدايه الموسم بكثير من العقبات، رغم اعفاء او انتهاء خدمات خالد القروني الفريق ظل مستقر جدا. وبالتالي اعتقد لن يتغير الحال على فيكتور بيتوركا. الوضع الذي قد يتغير معه، نعم الوضع الذي قد يتغير معه شغلة واحدة، أن المواجهة المقبلة مواجهة صعبة، يعني آخر مواجهة سيلعب مع الخليج، المواجهة صعبة. أعتقد يجب على الاتحاديين التعامل على أن الأمر مفتوح على كل الاحتمالات وعدم الضغط على المدرب على إثر هذه المباراة. أنت حقق الفوز فهو يعني خير، كل الخير في هذا الفوز، وإن لم يتحقق يجب التعاطي على أنه مدرب جديد وأن الموسم أو الدوري طويل. طيب أبو عبد الله، بما أنها مباراة قوية، أنت يعني تشوف أن بيتوركا يبدأ أمام النصر ولا بعد النصر؟ لا في وجهة نظري أنه من حسن الطالع يعني أن المدرب سيأتي في مواجهة الخليج، يعني حتى لا يزعلون الخلجاويين، يعني مباراة تعتبر بكل المعايير الفنية مباراة سهلة، صحيح قد تحضر فيها مفاجآت ولكن سهلة. وبالتالي أعتقد المدرب سيشاهد الفريق بارتياح، يعني سيستلم فريق خارج قد يكون يعني التوقعات تذهب إلى الفوز الاتحاد وهو على أرضه، فريق مرتاح نفسيا، يعني ليس عليه ضغوط من خسارة مباراة، ويعني أنا أتكلم في حال الفوز طبعا. وبالتالي يستطيع أن يعمل وفق ارتياح نفسي ويضع بصمته على الأقل خلال الأسبوع التحضيري لمواجهة النصر. وبالتالي أيضا ليس هناك مباراة سهلة وأخرى صعبة على المدرب، ولكن أعتقد الظرف هو الصعب، وبالتالي لا يمكن التأخير أي تأخير، لأن الخسارة ممتاز. قد تحدث، يعني حتى مباراة الخليج بكرة يمكن أن تحدث المفاجأة. وبالتالي لا تعطيل، يجب أن يباشر المدرب منذ اللحظة الأولى لوصوله بعد مباراة الاتحاد، بعد مباراة الخليج. طيب كابتن، المدرسة الرومانية في الموسم هذا ترحل من الدوري، انت مصر على المدرسة؟ لا، قل مدرب الرومان عشان ارتاح نفسيا بس. ايوه شفنا مدرب نادي الرائد، الان في انباء عن اقالة مدرب نادي الشعلة ايضا الروماني. ايه واضح ان الرومان مش مغرين يعني في الدوري. ممكن، لا ممكن تقول انت احيانا تقليد انه نجح المدرب الفلاني الذي جنسيته رومانية، بعض الأندية تعتقد أنه تقلد، أنه قلد. هذا اللي أنا أتوقع يعني. قليل جدا ما تشوف نادي يعني يبحث بدقة بدر عن مدرب يلائم وضعية النادي. يعني مع احترامي بعض الأندية اللي المفروض أنها تبحث على البقاء يروحون يدورون مدرب سيفيه بطولات. تعرف أنه ممكن يكون المدرب العاشر
لو أقيل أو استقال مدرب، هذا مؤشر خطير جدا. الشعلة أقول لك مؤشر خطير جدا، وأنت نسينا رك الدوري الدرجة الأولى في بلاوي، عندنا مشكلة في بصراحة. أنا حطه في الاتحاد السعودي على طول، قلت الاتحاد السعودي اللي ما حط ضوابط يا أخي، ضوابط عمل لجنة فنية يا أخي، عملوا لجنة فنية وريحوا. طيب موجود يوسف خميس، موجود يوسف عنبر، موجود عبد اللطيف الحسيني الآن اللجنة الفنية. هذا الأسماء كانت مرشحة في آخر اجتماع، كانت أسماء مرشحة ومعهم مع أحمد معهم إيه؟ معهم خبير أجنبي إيه؟ يا سلام، وش اللي صار؟ ما طلوا في الجماعة. عبد اللطيف الحسيني الآن تعاقد مع نادي الشباب، والكابتن يوسف عنبر تعاقد مع نادي الحزم، باقي بس إن شاء الله مساعد برضو إن شاء الله وقع عقد. أبوي اتحاد سعودي ريح دماغك يا أخي، جيب لجنة وريح دماغك، هي تتكلم مع اللجنة الفنية، هي مع لجنة المسابقات، تحط ضوابط المدربين يا أخي. ما نهب ودب يدرب في الدوري السعودي، مدرب يطلع مدرب يرجع والله العظيم أنا كنت أول أقول يعني لا، أو أجلبهم أو أجلبهم بعقود يعني، مثل عبد اللطيف الحسيني مثلا أو يوسف عنبر، لو أنا وقعت مع عقد كاتحاد سعودي كلجنة فنية أكيد بمبلغ مثلا محترم، ممكن يروح لنادي الشباب أو يروح لنادي الحزم. ما أعتقد هم ليش جلسهم على الأستاذ أحمد عيد، إلا كان عندهم رغبة بيخدمون وأكيد بمقابل. بالإضافة إلى أنهم هم كلجنة يوسف خميس رمى كلمة يعني برضو أنت تأخذ الحسبان، قال لك إذا كنا لجنة استشارية كذا يعني ما نقدر، لازم يكون تنفيذيين بدل هذا متخصصين يا أخي، هو اللي يعرف لك أنه ضغط الدوري في الجولة الفلانية مشكلة المنتخب. أنا بس أسأل لوبيزن مدرب منتخبنا، من هو الذي يناقشه ويقعد معه على طاولة النقاش؟ مين؟ مجلس إدارة الاتحاد السعودي، وهذا شيء يعني اجتماع هذا شيء صحيح. هم لعيبة كرة على عين وراس، خبرة وكل شيء، هل يملكون من الشهادات العلمية؟ عندما كنت لاعب في المنتخب من كان يناقش كارلوس البرتو، من كان يناقش مدربين المنتخب؟ أنت تتكلم عن فترة سابقة كان فيها عوامل تساعد، كان فيها برضو نجوم يا بدر. المنتخب السعودي كله كباتنا تنديتهم، أنت الآن تشوف المنتخب السعودي مفتوح الباب، تفضل يا أبوي واطلع يا أبوي، تفضل يا أبوي، والله ما عاد حتى الطموح يا أخي. لعبت منتخب إذا ما كان في حافز وتنافس بينهم ما يمكن أن تطور أداك كمنتخب. والدليل أبى أقول لك برضه على نقطة، يعني لو كان هناك لجنة فنية بتسمح للمدرب أنه يلاعب فرضا زي حسن معاذ مباراتين ورا بعض، هل لو كان في لجنة فنية، هل لو كان فيه نعم لجنة فنية تقول مدام مدرب أنت ضميت بدر على أي أساس؟ وأنت تناقشه ويكون فيه أنت اتحاد سعودي ريح، قال والله هذه مسألة اللجنة. لكن المدرب ما يتحمل يعني مثل ما قلت دخول لاعب خروج لاعب، المدرب ما يتحملها؟ يتحمل المدرب، بس كان لو كان في لجنة حتى أنت كمحب المنتخب السعودي تطمن، تقول في ناس يناقشونه، لكن احنا ما ندري من يناقش المدرب. أنا أقول لك الصراحة شك في أحد يناقشه أو إنه يسمح لأحد يناقشه، ماني عارف يعني في ضبابية اللجنة الفنية هذه، أنا ماني عارف عدم تفعيل دورها ليش، ماني عارف. طيب أبو عبد الله، خلا كي أختم موضوع المدربين، الآن نشاهد يعني في مدرب متجول في الأندية السعودية، يعني نمثل بمارك بريس مثلا الذي لم ينجح مع نجران، الآن ذهب للرائد على ما أعتقد. الأندية هنا وين دور الأندية في التعاقد مع مثلا مدرب ممكن يخدمني؟ أنت شفت مثلا مارك بريس ما أعطى مثلا في نجران، وقبل ما أعطى مثلا في الفيصلي، كيف أنا ممكن أجي أتعاقد معاه أنه هو المدرب المناسب أو لا؟ سابق ودرب الرائد، انتبه في آخر ثلاث مباريات ايه في الدوري ولا فاز ولا مباراة. طيب طيب اشرح لي يا أبو عبد الله. طبعا طبعا بدر، أنا أعتقد هذه كلها تدخل في مسألة وجهات النظر، يعني بعض إدارات الأندية تأخذ الموضوع من جانب أن هذا المدرب مثلا بدل أن أغامر مع مدرب جديد، أعرف مدرب مثلا سبق وأن درب هذا النادي، نجح أو ما نجح قد يكون في وجهة نظرهم أن الظروف لم تخدمه. اليوم مثلا نادي الخليج تعاقد مع المدرب التونسي اللي كان العام الماضي هبط مع فريق النهضة، وجهة نظرهم أنه بالعكس حينما جاء لفريق النهضة بعد بلاتشي قدم مع نتائج جيدة، ولكن المستويات السيئة والنتائج السيئة مع بلاتشي لم تخدم، لكن المدرب جيد، ما لا نريد أن نغامر. الآن تعاقد معه نادي الفتح أيضا، بمجرد أن قال هجر أو استقال المدرب من هجر رجع الفتح وتعاقد معه حتى لا يخوض أيضا تجارب جديدة، خصوصا أن هذا المدرب يعرف فريق الفتح. في النهاية هي وجهات نظر،
قد تصيب في احيان وقد تخطئ في احيان، لا يمكن نقول ان هناك قاعده ينبغي او مسطره ينبغي ان نمشي على 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 مقاساتها. عنده فيزا هي وجهه نظر في النهايه، حتى على مستوى نعم عبدالله، حتى على مستوى الانديه الكبيره نشوف عمليه اللي عنده نعم. اقصد اللي عنده فيزا هو اللي بيدرب عندك اللي عنده فيزا هو اقامه يعني دائما. صحيح هذا هذا ايضا نقطه، لكن انا صحيح انا خلنا ارجع بقى ايضا لكلام صالح عن مساله لوبيز من حيث النقاش. القضيه مش قضيه نقاش، يعني انا مثلا موجود زكي الصالح، اعتقد زكي الصالح لاعب ودولي ولا حضوره يمكن يتناقش مع المدرب. ايضا الان مع تعيين الدكتور عبد الرزاق ابو داود كمشرف عام على المنتخبات ممكن يتناقش مع المدرب، في وقت سابق مثلا مع وجود سلمان القريني ممكن يتناقش مع المدرب. لكن السؤال هل المدرب يسمح اساسا بالنقاش؟ هل المدرب فاتح مساحه للاخذ في التفاصيل؟ يعني مثلا الان الكابتن صالح يقول والله كيف سمح او سمحوا له بمشاركه حسن معاذ، هل يسمح مدرب كلوبيز مثلا بان تتناقش مع في تفاصيل التفاصيل؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى أنا أشك يعني حتى على مستوى لوبيز الخلاف اللي حدث بينه وبين سلمان القريني يعطي انطباع بأن هذا المدرب واضع شروطه وفارض نفسه بقوة على المنتخب، وبالتالي أعتقد حتى اللجنة الفنية، أنا برجع إلى موضوع اللجنة الفنية، اللجنة الفنية أنا لا أعتقد بحتمية أو ضرورة وجودها مع وجود واحد زي زكي الصالح أو واحد زي مثلا سلمان القريني قبل أو واحد مثل عبد الرزاق ابو داود. لكن المشكله في الاتحاد السعودي انه حاطها كشماعه يعلق عليها اخطائها. يعني تخيل انت اللجنه الفنيه اليوم تتنكر او توضح انها لم يكن لها دور حتى في مساله التجديد بلوبيز، بينما الاستاذ احمد عيد ليله الاجتماع في تصريح له عبر القناه الرياضيه يتحدث بانه اجتمع مع اللجنه الفنيه واعطى ما هو ما اشار انه اعطى توصياتهم ببقاء لوبيز، ولكن المح زين هو احمد عيد المح الى انه في مساله لبقاء لوبيز، وبالتالي واضح اما انه لم يشاورهم وقدم لنا هذا الموضوع على انه هناك لجنه فنيه يتم التشاور معها، او شاورهم وخالفهم وبالتالي الان هم يوضحون للشارع الرياضي انه لم يتم التشاور معهم او لم يوصوا باستمرار لوبيز. يعني حتى مع وجود لجنه فنيه صوريه هذه مصيبه اكبر. طيب معلش بالنسبه للجنه طبعا اللجنه ما قررت ولا شيء، هذا كان ترشيح من بس اجتمعوا صالح مع احمد عيد. طيب وبعدين اجتمع معه ما يعني اعطوا رايهم وكذا كراي ما ادري وش اللي اللجنه ما بعد اللجنه ما شكلت عشان كيف ما شكلت اجل الاسماء هذه ايش رشحت واجتمعت واجتمعت وراحوا تعاقدوا مع واحد مع الشباب واحد مع الحزم يا بتر. معلش بس بضيف له عبد الله، اللجنه الفنيه مو عشان تناقش لوبيز، انا اللجنه الفنيه للمسابقات كامله، مسابقات كامله وللمدربين. يا اخي ما يعجبك حال وضع المدربين في الدرجة الأولى ولا الدرجة الثانية؟ والله مصيبة يا رجل. أنا أعرف واحد وصلت معلومة أحد المدربين وكيل لاعبين، يعني مو بوكيل رسمي، يعني أقصد أنه يتعاقد ويقعد مع الأندية ويصور معهم مدرب في الدرجة الأولى. يا جماعة الخير سألنا الخراج قلنا مش المدرب هذا شلون يطلع وكيل لاعبين؟ قال والله هذا مو من اختصاصي. من اختصاص من؟ من اختصاص مكتب اللي يرجع له نادي. طيب تفضل تفضل. في موضوع ثاني، لجنة توثيق البطولات التي شكلت من الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم أصدرت بيان أن اجتماعها الأول راح يعقد إن شاء الله في أوائل شهر نوفمبر القادم، وستقام أيضا ورشة عمل أولى لهذه اللجنة بالرياض على مدى 3 أيام بعد انتهاء دورة الخليج. ووجهت الدعوة لعدد من الأسماء، حوالي 45 اسم كما يظهر على الشاشة من المهتمين والراصدين والمؤرخين، لتقديم ما لديهم من أوراق عمل. حضرت هذه طبعا أهم ما في الموضوع أن الدكتور محمد أمين ساعاتي موجود في الموضوع، صراحة عندكم في الوطن بأنها لجنة سلق بيض. احنا نتمنى ان شاء الله ورقة العمل اللي تقدمها ما تكون يعني كذلك في الاجتماع. و ما شاء الله فريق يعني اعتقد شمال. ايش رايك صراحة؟ ابدا انا ودي يجيبون اي واحد، يعني اي واحد بيقول انا عندي اوراق وذا يجيبونه في الفريق. المهم يقفلون ذا السالفة. كيف تتقفل؟ كيف ممكن تتقفل؟ صدقني انا اقول لك بيطلع من الشكك في
في هالفريق. انا اقول اي واحد متخصص او عند الاخوان اسم. على فكره هي لجنه فنيه اجرائيه ليست احصائيه في عملها الغالب فنيه هذا اجرائيه. هذا فريق ولا لجنه ما نعرف. لا الثلاث اشخاص إيه؟ اليوم الدكتور عبد الرزاق ابو داود رئيس اللجنه ونعيم البكر وعلي حمدان مهمتهم فني اجرائي. اوكي. يعني ليس احصائي ممكن. أيوة. في عملهم قليل من الاحصائيه. ممتاز. الفريق هذا انا بالنسبه للفريق زي ما قلت في وعلى تعليقك عليه الموضوع بان هناك من عنده الخبره ومن عنده المستندات او الوثائق. بالعكس انا اكون مبسوط ان يكون هناك في عمل ويكون على طاوله واحده الشباب كلهم لانه ما شاء الله اغلبهم يعني عندهم الخبره وناس متمرسين. كل واحد محدد له 8 دقائق في الاجتماع. الله يوفقهم. نتمنى ان شاء الله انهم هم الفريق هذا يخلص من هالسالفه. ابو عبد الله تفضل. طبعا اقامه ورشه عمل شيء جيد وعمليه تلاقح الافكار جميله والعصف الذهني مطلوب خصوصا في مشروع صعب مثل هذا المشروع. ولكن انا اعتقد انه اي مخرجات لهذا المشروع خصوصا مع البدايات يعني المرتبكه للجنه لن يعني تعطي نتائج مقبوله. وطالما لم تعطي نتائج مقبوله ستعيدنا للمربع الاول وهو مربع التشكيك. اعتقد انه كان من الخطا اختيار يعني ثلاث عناصر للجنه ستقوم بمشروع بهذا الحجم. الامر الثاني كان من الخطا عمليه تاجيل العنصر الثالث الى وقت لاحق، يعني لما تم تعيين نعيم البكر وجاء الضغوطات على انه نعيم هلالي وانه هذه اللجنه موجهه وانه حتقصي مثلا النصر او تقصي الانديه الاخرى وانها ستمنح الهلال ما ليس حقا له، طلع اسم علي حمدان كموازي لنعيم البكر. اعتقد هذا زاد الطين بله ودخلنا في صراع هلال ونصر احنا في غنى عنه في خصوصا في مشروع من هذا النوع. وبالتالي انا كنت اتمنى اما ان توسع الدائره اكبر في مساله اللجنه او على الاقل ان توكل لشركه او لجهه اجنبيه محايده تماما وتخرج لنا ب يعني معطيات. طيب الان توسعت الدائره ابو عبد الله يعني باختيار 45 شخصيه ممكن يفيدون اللجنه. يعني بدر هذه ورشه عمل، يعني هذا يقول راي وهذا يقول وجهه نظر واحنا جربنا ممكن يستفيدون منها. كثير من انواع ورش العمل يدخلون الناس ما لهم علاقه بصميم العمل. يعني احيانا انت تجي تناقش واقع الرياضه السعوديه وتجيب لي مدرسين وتجيب لي عسكريين وتجيب لي ما ادري ايش وكلهم بعيدين عن اصل المشكله او الواقع الحال، وبالتالي لن تعطينا هذه الورشه. طيب ابو عبد الله كل من يعني هو منتمي للوسط حقيقة. الرياضي يحمل ميول سواء هلالي ولا نصراوي ولا اهلاوي ولا اتحادي، انا كيف ممكن اشكل لجنه؟ كل منتمي للاسره الرياضيه له ميول. وبالتالي قلت لك انا اخرج من هذا المازق بالاتيان بجهه محايده خارجيه وبإعلان المعايير التي ستستند عليها بشكل دقيق تكون معلنة حتى لا يقال أن في الغرف المغلقة أو في الدوائر جهة مثل إيش أبو عبد الله جهة مثل الأمور لصالح هذا أو ذاك. إما أن يكون خبراء من 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 دول يعني معينة أو من شركة مهتمة بهذا النوع من الإحصاء ومن هذا النوع. طيب من عفوا أبو عبد الله الخبراء كيف بيعرفون تاريخك أنت في السعودية؟ أكيد بيستعينون بشخصيات رياضية سعودية. أنا قلت لك في النهاية أنت عندك مدخلات، في النهاية عندك معايير يجب أن تكون واضحة شفافة تتدارسها مع ليش قلت لك أنا يجب أن توسع اللجنة تتدارسها مع المهتمين مع المؤرخين بوثائقهم بواقعهم. يعني اليوم الأستاذ علي حمدان لما تحدث عن أن هناك بطولات نقية وبطولات غير نقية، حينما تحدث أن النصر هو الوحيد من بين كل الأندية من يملك بطولات نقية ولم يدخل في هذه، حينما تحدث عن أن بطولات المناطق إن لم يتم رصدها فإن هذا عمل إجرائي يا أبو عبد الله بمخرجات. هذا عمل إجرائي كبطولة نقية أو غير في نقية في النهاية في لا في النهاية أنا أريد أن أطمئن إلى هذه اللجنة. أنا ما أتكلم عن الشخوص، أول شيء أتكلم عن توسيع الدائرة. اثنين، ابعدني عن أي إشكاليات يمكن أن يبنى عليها أي عنصر من عناصر التشكيك. وبالتالي أنا شخصيا أنا أراهن الآن في ظل هذا الظرف وفي ظل هذا التعاطي مع اللجنة
أي مخرجات لن يقبل بها الشارع الرياضي. أنا أعرف أنه حتى لو جبنا خبراء قد يكون هناك من قيل وقال، ولكن وفق هذا الواقع اللي بنيت عليه هذه اللجنة أعتقد أنه لن يرضى بها الكثيرين، لن يرضى بها الكثيرين. يعني إحنا آخر أيام شاهدنا إحصائية الدكتور ساعاتي، يعني رجل علمي دقيق، أحد أهم من قدم مصنفات تهتم بالجانب الرياضي على المستوى الوطني، ومع ذلك حينما قدم رؤيته تجاه هذا الموضوع، وهي شيء رؤية، يعني عندما قدم الأمور بكل دقائقها تم التشكيك، وبالتالي أعتقد لن نخرج بنتائج مطمئنة طالما أن واقع اللجنة بدأ مرتبك بهذه الطريقة. أبو عبد المشكلة وين المشكلة؟ أنا أقول 45 والله يشوف الأسماء المرشحة صلاح بدر خلاص، ما بنجيب خبراء منه، أو عفوا بنجيب ناس مطلعة وناس يعني أرشف بعض الأمور، هذا اللي مبرز الشخصيات اللي دائما يطلعون. طيب ليش ما نبعد التشكيك ونتائجها خلاص نؤمن فيها؟ خلاص 45 شخص خلاص أنت عدد بطولاتك 19، خلاص 19 خلاص. أنا بالنسبة من أجيب لك أنت عدد بطولاتك 27، خلاص 27. طيب ما فيش اسمه معايير للبطولات، لا بد يكون هناك في معايير وفي. على فكرة نتائجها تدري متى؟ إذا الله أعطانا عمر بعد 3 سنوات نتائج هذه اللجنة. يعني وقت وقت نرتاح بس من الشوشرة اللي قاعد تصير. طيب اليوم لجنة المنشطات أوقفت اللاعب البوليفي المحترف في نادي العروبة كامبوس لمدة سنة أو لمدة شهر عن المنافسات داخليا وخارجيا لانتهاكه أنظمة مكافحة المنشطات ولوجود عناصر محظورة في العينة التي أخذت منه. تاريخ الإيقاف يبدأ اعتبارا من تاريخ الإيقاف المؤقت اللي هو 8 أكتوبر 2014. أيضا أوقفت اللجنة لاعب نادي حطين لكرة القدم عماد بن ضيف الله حنتول 2 عامين. للحديث في هذا الموضوع يلتحق معي هاتفيا رئيس مجلس إدارة نادي العروبة الأستاذ مريح المريح، حياك الله وهارد لك. الله حيك أخوي البدر ومسي عليك على ضيوفك الأعزاء. ما أدري ضيوف كان اسمه محمد الشيخ والكابتن صالح الداود. أوه هذا كلهم الحبايب. عندك في عندك لعيبة وكيل أعمالهم صالح؟ لا سلمت على أبو بدر ولا لا؟ بس أنا أقول لمحمد الشيخ أن بدر فرهود ترى من مواليد دومة الجندل. صحيح ليه وش إيش اللي قاله محمد؟ زاير ما شاء الله. إيه باقي عنده. الله يعطيكم العافية مسي عليكم بالخير. مساك الله بالنور. بالنسبة لقضية كامبوس لاعب فريق كامبوس، أول شيء نحمد الله أن القرار يعني جاء مخصص، يعني ما نخسر خدمات اللاعب، يعني شهر راح يلعب معنا إن شاء الله بعد جولتين. إحنا طبعا أول ما تلقينا الخبر تعاملنا مع الموضوع حقيقة بحكمة وبحنكة بنفس الوقت كإدارة نادي كمجلس إدارة أقصد. احنا طبعا ضد اي ممارسات مخله يعني في النشاط الرياضي، فلذلك تريثنا الين جلسه الاستماع، وقبل جلسه الاستماع بحثنا الاخ حمود الحميدي نائب رئيس النادي واشكره حقيقه رجل قانوني، وبحث عن الماده اللي اكتشفت في عنيه صح اللي موجبها وقف اللاعب مؤقتا، وثبت أن المادة هذه لم تكن محظورة في الموسم الماضي وأنما تم حظرها من قبل فيفا هذا الموسم فقط تقريبا قبل شهرين. اللاعب يتحدث اللغة الإسبانية وإحنا في النادي عندنا تقريبا مترجم ومترجمين، عندنا 3 لغات خلاف اللغة العربية، عندنا اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. فاللاعب ما كان متواصل مع الدكتور النادي بصفة يعني مستمرة حول، فهو اخذ العلاج هذا فعلا لكل العلاج وليس للتنشيط. طيب ابو مصلح، الماده هذه انتم عندكم خبر انها يعني تم حظرها هذا العام بعد ما جانا قرار الايقاف المؤقت للاعب؟ احنا طبعا لو كانت الماده منشطه ويعني وفيها مشكله او مخدره او يعني شيء لا نقبله لا شرعا ولا رياضيا ولا كرياضه ما كان نقف مع اللاعب صف اللاعب، ولكن بعد ما